قام نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح ظهر اليوم بزيارة إلى سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى دولة الكويت، حيث نقل تعازي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله، وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وحكومة وشعب دولة الكويت، وذلك بوفاة المستشار السابق لجمهورية ألمانيا الاتحادية هيلموت كول.